بابا بابا، اذا كنت عم تعمل فطور خلص ما تعذب حالك، انا مو جاي على بالي افطر، ما في داعي. اي اصلا لا في فطور ولا بطيخ. والله اليوم شكلنا كلياتنا فايقين، مالنا خلق، مالنا نفس نعمل شيء. خير ان شاء الله، خليني اشوف ابي شو طالع براسه. بابا بحيات الله، شو صاير لك من الصبح؟ شو هدو؟ شو بده يصير؟ زباله بدي كبهم كله. بس نحن ما عنا زباله لهالدرجه. بابا هدول اواعي اخي شبه. ليش اخوك هون يعني؟ لا، مين رح يدفع اجار البيت من اليوم ورايح؟ انا اخوك وينه؟ بحده 60,000 جنب. ما دامه ترك البيت خليه يروح ينقلع ويتعفن كيف ما بده. يتعفن؟ خلص بابا خليه يتعفن. بس انت ليش هامم حالك كتير؟ شو دخلك فيه؟ لا لا استغفر الله، انا ما دخلني بحدا. ليش مين انا لحتى يحق لي اتدخل ببلال افندي؟ ليش انا رجال شي؟ مين انا ابو شي؟ ليش في حتى لو شوية احترام لكلمتي بهذا البيت؟ انا طالما هو معامل لي قيمة واحترام فانا رح ساوي قيمته مثل الصرماية كمان. تمام بابا، تمام تمام، هدي حالك وانا رح ارميه. انا برميه، خلص لا تاكلها، رح ارميه. كبهم بأي حاوية بتطلع بوشك، كبهم بالبرية. الكل بيعيط علي، ماني فهمان ليش. شو الحق علي أنا؟ شو دخلني فيه؟ قدر خانم، أهلا وسهلا. ليش مو جايبة معك شي نفطر؟ ما لقيتي صمون؟ ما اشتريت. وفطاير؟ ما اشتريت. يعني نسيتي من كتر الحماس انك جاي لعندي؟ ما لا، ما تحمست. ليك على هالحكي؟ قصدي ما اشتريت. والسبب؟ من هلا ورايح هيك يا بلال، شو ما حسيت رح اعمل لك. يقبرني احساسك انت. شو صاير يا بنت؟ شو عملت لك انا هلا؟ امي الله يرحمها كانت تقول لا تحني رقبتك للرجال لو كان منيح، وطلع معها حق والله. الله يرحمها ويجعل مسواها الجنة. شو قصدك يعني؟ انت هلأ حابة الحق لأمك مثلا ولا شو؟ بعيد الشر عنك، أكيد ايه؟ ما كنت عم بحكي عنك، قصدي على أوندار. مين هذا أوندار يا بنت؟ مين؟ لك ما عرفتوا الأوندار؟ الكوتش. الكوتش؟ الكوتش ولو؟ قصدك الأستاذ أوندار؟ ايه. شو دخله هو هلأ؟ فكرنا منيح كأنه ملاك وقلنا أوندار بيك، ما شاء الله طلع ما حدا منيح بهالايام ابنه. يا بنت بيقولوا الرجال منيح هو اللي بتتزوجي. بلا شو؟ ايه احكي 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 عن حالك وعامل حلاقه جديده. حلاقه العريس هيك لكان؟ اشيل هالقناع عن وشك. قناع شو؟ انا ما قلت هالحكي، اجدادنا اللي قالوه. الرجال المنيح هو اللي بتتزوجيه بالنهايه. استرجع عملت شي لحتى شيل عيونك التنتين. ايه خلص شيليهم اذا قدرتي تمسكيني فشرحيني لقطع. اهبل. أبي أصلاً ما عاد له سلطة علينا، وزينه رح نصارحها. ضل الموضوع عندك أنت. بدك نعمل عرس تحكي فيه الحارة أو نعمل عرس صغير ومنروح شهر عسل؟ هذا الشيء بيرجع لك أنت، يعني أنت اللي بتقرر. لا لا لا، أنا ما بدي لا عرس ولا شيء، بكفي كتب كتاب، ما فيني اسمع حكي العالم، خلصنا. إيه بس أنا حابب شوفك لابسة فستان أبيض حلو وناعم. إيه ما ضروري تشوفني بالأبيض، مفكرني صبية طالعة من بيت أهلها يعني. شبكي عم بحكي لك مو يا الله. لكن أنا رايحة هلا. عادي شوي، شو بيصير يعني؟ لا لا لا، خليني روح عندي شغل بلا ما حدا يشوفنا. مين بده يشوفنا؟ بحياة الله قدر. شو أي حدا؟ شو هالمنظر؟ فايت حرامي لهون يعني؟ يا ربي منك يا أبي. لا لا تتصل بلال، إذا بتريد بترجاك لا تتصل هلأ. خلصنا بقى قدر، تركيني يعني. أنت عاجبك المنظر يلي هون؟ خير ان شاء الله بلال افندي. شايفني بمنامك من وش الصبح يعني؟ انت اللي شايفني بمنامك. شو بدك من اغراضي لحتى لامم لي اياهم هيك؟ يعني حابب تزلني جايبهم وراميهم هون عند القارب؟ انت ولد شي يعني؟ مفكر خاطرك عندي كبير؟ لعزب حالي وطب اغراضك، حط لك اياهم بالقارب. اخوك حط لك اياهم.
كنت بدي ارميهم بالزبالة واخذهم من ايدي. فكرتك بتعرف قيمتك، طلعت واحد اهبل ومجنون. شو عم تحكي انت؟ مين اللي جابهم؟ ما فهمت. عم اقول لك اخوك عرب. عم اقول عرب بالعربي. طلع في عقد، حط لك اياهم بالقارب. مع انك ما بتستاهل. شو عم بيقول؟ مو ابوك اللي جابهم؟ لا. مين لك كان؟ عرب. عرب اللي جابهم. عرب؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.